السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي الكرام وأعزائي المشاهدين، أرحب بكم من جديد في هذا الفيديو. إذا بالنسبة لهذا الفيديو هو تتم للفيديو السابق. إذا بالنسبة للفيديو السابق كنا بدينا هذا التطبيق، هذا البروجي، لاحظوا بأن كاين عندنا هذا الفأر وكنحركو اعتمادا على لي توش فلاش اللي كاينين في الكلافيي، توش ديال الأعلى، الفلاش ديال الأسفل، الفلاش ديال اليمين، ثم الفلاش ديال اليسار. إذا هذا هو التطبيق اللي كنا درناه في الفيديو السابق. بالنسبة لهذا الفيديو إن شاء الله غادي نزيدو نطولو شي شوية أو نطورو هذاك هذا التطبيق اللي درنا. هو صراحة راه فيديو واحد نورمال مو غير أنا ما بغيتش نطول الفيديو السابق، درت فيه على 10 دقائق وتوقفت باش ما يجيكمش داكشي طويل. إذا يمكن اعتبار الجزء الأول هو ما سبق والجزء الثاني هو هذا اللي حنا فيه دابا. إذا هذا هو الكود اللي كنا خدمناه، هانتوما كيما كتلاحظوا، يعني كون فليش هو اي بريسي سوريونتي ا زيرو، يعني هذا غادي يتجه او غادي يدور للجهه ديال الصفر، يعني غادي يولي يشوف الفوق. افونسي دو ديبا غادي يزيد ب 10 ديال الخطوات، كوستيم سويفون باش كيولي كي جونغلي ما بين هاد جوج تصويرات باش كيبان بان هذاك الفار بحال اللي كيتحرك. اذا هذا الكود هو هذا نيت اللي كيتغيروا فقط هو الفلاش، وكتغير فقط هذه الزاويه ديال الدوران. اذا بالنسبه لهذا الفيديو كما قلنا باننا غادي نطوروا، شنو هو لاستيس؟ لاستيس هو اننا غادي نديروا هنا بحال واحد القطعه ديال الفرماج، يعني ديال الجبن، وهذا الفأر يعني غادي يتجه، وملي غادي يمشي يصطدم بهذيك القطعه ديال الجبن غادي يرجع لهذا المكان، وغادي يكون واحد السكور هنا متغير، بحال قلنا نقاط مثلا، النقطة الأولى، النقطة الثانية إلى آخره. يعني الأمر أشبه بلعبة اللي هي بسيطة جدا، الهدف منها هو أن غير هذاك التلميذ أو هذاك الطفل يعني يتحسس شي شوية بالبرمجة ويتحسس بهاد الأمور ديال عالم البرمجة. إذا قلنا غادي نستمروا، غادي نمشي لهذا المكان، يعني أمبورتي لوتا، بغيت نزيد واحد الصورة، ها الصورة ديال الفوق الجبن، هذه راه غير جبتها من الانترنيت ويعني عاود قطعتها مثلا درت لها التعديل. راه غادي تلقاوها هنا في لي فيشي اللي بغيتي لي شارجيها، اللي بغى يقلب على شي قطعه الجبن ديالو هو مرحبا، اللي بغيتي لي شارجي هذه يخدم بها راه غادي ندير لكم الرابط ديالها في الاسفل. اذا القطعه ديال الجبن هي اي سيليكتوني كما كتلاحظوا، غادي نمشي لهذا الاداه ديال التصغير وغادي نبدا ندير عليها كليك، نصغرها بواحد الشكل كبير حتى كيولي القياس ديالها مناسب للقياس ديال الفأر، ونحطها في اي مكان بغيت. مثلا غادي نحطها في هذا المكان، سي بيان. هذه المساله الاولى، لاحظوا بالاسم ديالها فروماج، في حاله اللي بغيتي تغير لها الاسم دير غير بوطون دروات ودير انفو واجي لهنا، مثلا غادي ندير غير اف ار ام مثلا اللي بغيتي على حسب الاسم اللي عجبك ديرو ديرو، سي بيان. غادي نعاود نديرو كليك على هاد الفأر باش يبان لينا الكود سورس وبيان لا بروغراماسيون. ملي كندير كليك على هاد الفرماج لاحظوا خاوي، علاش؟ لان ما كاين حتى شي كود برمجي مطبق على هادي، بار كونتر كاين عندنا مجموعه من الاكواد البرمجيه اللي مطبقه على هاد الفأر. غادي نمشي نبدا بهذا، يعني لا توش فلاش هو، يعني نكمل هنا في هاد المكان. شنو غادي نزيدو؟ لاحظوا معايا باش نفهموا شويه، هاد الفأر راني كنحركو بلا توش فلاش دروات، غادي 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 طق هنا ملي غادي يصطدم مع القطعة ديال الجبن، خصني نزيد واحد لاكونديسيون. شنو هو هاد لاكونديسيون؟ هو ملي غيصطدم، إلا صطدم معاها أول شيء يمشي يتبلاصا في هاد المكان، غير أنا اختاريت، أنت ممكن ديرو يتبلاصا في أي مكان، ثم غادي يكون داك السكور عندنا هنا غيتمرك عليه نقطة، غادي يزيد عاوتاني يكمل التلميذ اللعب بهذا الشكل مثلا، تحريك طق اصطدم، عاوتاني الفأر يرجع لهذا المكان وتزاد واحد النقطة أخرى هنا في هذاك السكور، يعني تولي بحال قلنا عنده جوج نقط، حقق جوج نقط إلى آخره. غادي يمشي دائما هنا في هذا الكود، نكمل، لاحظوا غادي يمشي ندير نمشي لهنا الكونترول، كونترول لاحظوا معايا هذه سي ألوغ، هذه هي لا كونديسيون سي ألوغ، يعني إذا شفتوا هذا الشكل اللي عندنا هنا، هذا السداسي هنا فين كنحط هذاك الشرط، اذا تحقق هذا الشرط الوغ يعني نفذ ما يلي. شنو ما يلي؟ هو هذاك الشيء اللي غادي يكون هنا الوسط، مزيان هاد سي هادي، راه الا عقلتو كنا خدمنا بهاد ريبيتي انديفينيمون في واحد الفيديو سابق، راه حداها هاهي فين. غادي نجرو هنايا، شنو اللي غادي يوقع؟ بون، بعدا قبل ما نديرو هادي نمشيو نصيبو الفاريابل، هذاك السكور اللي قلنا كيتزاد هنا في هذا المكان، هذاك يعني كيتسمى مادام انه غادي يكون صفر وعاود الفأر الى اصطدم بالقطعه ديال الجبن اي تولي واحد، وعاود الفأر الى اصطدم مره ثانيه غيتولي جوج، اذا هذا كيتسمى فاريابل،
متغير فاريابل، يعني واحد القيمة رقمية، مرة كتكون واحد شوية تولي جوج شوية تولي ثلاثة، وربما في شي حالات أخرى تنقص إلى آخره. إذا أون فا كريي أون فاريابل، كنمشيو هنا لدوني، لي فاريابل كاينين في دوني، كندير عليها كليك، لاحظوا بأنها خاوية ما عندي حتى شي فاريابل، كنجي ندير هنا كخيي أون فاريابل، ماشي هذيك كخيي أون ليست، كخيي أون فاريابل، كندير عليها كليك. اون فوا كندير عليها كليك البروغرام كيقول لي ودي اعطي السميه لهاد لو فاريابل، ضروري خصك تسميه، وخصك دير واحد السميه اللي هي بسيطه كتكون من احرف اللي هي لاتينيه بسيطه، ما ديرش هذوك الاروباس ولا هكا، لا دير غير اسم بسيط. اذا مادام انه غيكون سكور غادي نسميه انا سكور بكل بساطه. ها هو في هنا خلي هذه كوشي بورتو دي لوتان، هذه خليها كوشي. اذا لاحظوا معايا اون فوا درت اوكي، ها هو عطاني بعض الخيارات وعطاني بان عندي فاريابل وحيد لحد الساعه سميتو سكور، وعطاني هذا. هذا الا بغيتو يبقى يبان ليا هنا في مسرح العمل، شوفوا راه كيبقى يبان. الا بغيتو يبقى يبان في مسرح العمل تنخلي هذه كوشي، الا بغيتو ما يبقاش يبان ديكوشيها. انا مادام ان هذاك التلميذ بغيتو دائما يبقى يشوف هذا السكور وقت ما اصطدم بقطعه الجبن يتزاد هنا بنقطه، دونك غادي نخليه حنا هنايا باين سي بيان، ممكن ديبلاسي نحطو فين ما بغيت. انا غادي نحطو مثلا في هذا المكان، فوالا. دونك هذا الفاريابل ديالنا، هاد الامور اللي كاين هنا هي الادوات ديال الاشتغال مع الفاريابل، الا بغيت نغير النقطه ديالو، الا بغيتو يتزاد، بغيتو ينقص، الى اخره. اذا هذا لو فاريابل ديالنا. عاد غادي نرجعو دابا لهذيك كونترول، كنمشي لهاد كونترول وغادي نمشي ندير هذاك الشرط، اداه الشرط. هاد الشرط كاين فيها جوج، ها انتوما كاين هذا كيتسمى شرط متعدد وهذا كيتسمى شرط واحد. سي اذا تنفذ هذا الور، هنا لا هذا راه واحد اخر. سي اذا تنفذ هذا الور دير لي هادشي، ولا ما تنفذش دير لي هادشي، هذا ما محتاجينوش، ثم غيتخدموا غير بهذا سي الوغ سي بيان. غادي نمشي لي زوبيراتور، عفوا نمشي للكابتور. شوفوا معايا هاد لو مورسو دو كود عندكم، تلفو صايبنا لو فاريابل هو الاول، جبنا قطعه الجبن، من بعد صايبنا الفاريابل في دوني وسميناه سكور، من بعد غادي نمشي للكونترول جريت هاد سي الوغ، من بعد غادي نمشي للكابتور ونمشي نجر هاد الاولى هادي. شوفوا شنو مكتوب فيها، بوانتور دو لا سوري توشي، بوانتور دو لا سوري توشي. حنا ما غاديش نديرو بوانتور دو لا سوري، حنا هاد القطعه ديال الجبن سي لي توشي. اذا من هنا كنديفلوبي هاد لا ليست، لاحظوا عندي بوانتور دو لا سوري بور اف ار ام، اف ار ام الى عقلتو راه هي هادي. ها انتم غادي نمشي نعاود نمشي ندير لها بوتون دروات انفو، وغادي نعاود نسميها فوماج. ها انتم لاحظوا معايا، غادي نعاود نرجع لهادي، هاي غنلقاو بان كاين عندنا هنايا فروماج. اذا هنا تيبين لي اي عنصر كاين هنا، بحال مثلا ماوس ان فروماج، نقولوا شي بالون الى اخره، كلهم غادي يبقاو يبانوا لنا في هذه البلايص هذه. اذا كنختار هذه، اذا فروماج اي توشي. شوفوا الشكل ديال هاد لو مورسو دو كود، وشوفوا الشكل ديال هاد البلايص هذه، تقريبا عندهم بنفس الشكل، نفس الشكل عفوا نفس الشكل، نفس الشكل، يعني ان هذا راه ممكن يتحط في هذا المكان، وما يمكنش انه يتحط في هذا المكان، وما يمكنش انه يتحط في هذا المكان. اذا حتى هذو اللي صايبوا هذا البرنامج يعني يختاروا شي شروموز وشي عناصر وشي اشكال باش كتسهل على التلميذ انه يولي يفهم البرمج. اذا هذا راه ممكن يجي في هذا المكان. الوغ كندير عليه كليكي نبقى شادو، كندير كليسي، كنجي لهنا فوق هذه حتى كتبان. لاحظوا معايا دابا شوفوا كي دايره، شوفوا دابا راه واحد الاشعه بانت من حداها، يعني ان راه اون فوا كونجوغولاش ملي نطلق لها سوري يعني راه غيتحط في هذاك المكان. طق لاحظوا معايا، وبيان سور راه تزاد. انا بغيت نحيد، انا حيدتها كليكي كليسي حيدتها هي صغرت، نعاود عاوتاني نجي لهنايا. اذا الور شوفوا معايا هذا الشرط، سي فروماج توشي، يعني الا تقاست هاد القطعه ديال الجبن الور، الور كوا اشنو غادي دير ليا، ما الذي سيحدث؟ سي بيان، كنمشيو لدوني، كنعاود هذاك عفوا غادي نمشيو لدوني، غادي نمشيو هنا لاوبيراتور. اوبيراتور لاحظوا معايا كاين عندنا واحد الكود هنايا، نو 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 ماشي لاوبيراتور، غادي نمشيو لدوني. ها هي ماتر، هذا الكود اللي بغيت، ماتر سكور ازيرو. شنو المقصود بهذا ماتر سكور؟ شنو هاد سكور راه المقصود بها؟ شنو كتعني؟ كتعني هاد الفاريابل. كون كان عندنا جوج ديال الفاريابل، انا غادي نمشي ندير واحد الفاريابل اخر بشكل سريع نسميه تيست. اوكي لحظه، هو يولي يخرج لي يعني ميتر سكور ولا تيست. فوالا، اذا هنا تيخرجوا لي فاريابل، هاد لي فاريابل اللي عندنا هنا غادي يخرجوا. الور هذا غادي نمشي ندير لي سيبريم، ما عندي ما ندير به سي بيان، نخلي غادي. اذا ميتر سكور ا ان، ندير كليك على داك الصفر وندير رقم واحد. اذا سي
لو فروماج يعني لا تقاست هذه مات لو فاريابل سكور يعني رد لي هذا لو فاريابل كان صفر ردوا لي واحد سابع. هل الفكرة الأولى؟ الفكرة الثانية هو أن هذا الفأر يعني راه إلا ضرب هذه تنفذ هذا الشرط الله لو بروغرام غادي يشد هذا لو فاريابل غادي يزيد له نقطة وبغينا هذا الفأر يرجع لهنا. هذا الفأر في أي مكان كان هنا في مصلح العمل عنده واحد الإحداثيات، الإحداثيات ها هما فين كيبانوا بعدا كاهو عندنا الفأر ها الإحداثيات ديالو شتو هو دابا راه كاين في الإحداثيات إكس ناقص 18 إكغيك 73. شوفوا أنا ملي غادي نحولو هنايا اكس 192 واي ناقص 144 انا غير بور لو مومون غادي نمشي نديرو هنا بهذا الشكل فوالا غير باش نعقل على هذا نمشي ندير واحد بلوك نوت وغادي نمشي نكتب ناقص 188 باش ما تنساش ليا انا الذاكره شويه يعني ضعيفه ناقص 188 161 سي بيان. الو هذيك الساعه نحركو فين ما بغيت ماشي مشكل. الو اشنو غيوقع سي لو فروماج يتوشي اوغمونتي او بيان متر لو سكور ا ان وغادي نمشيو لهاد الفار نمشيو للموفمون وغادي نقول له جو كروا الي ا وغادي تكون الي ا سي بيان الي ا سير يعني هاد الفار يتحرك او يمشي لواحد المكان اللي هو ناقص 188 161 ناقص 188 161 او بيان 160 هادي تاهي غادي نحطوها هنا وما ننساوش نديرو له سوريونتي ا صفر لان ممكن هاد الفأر يكون شاف في الاتجاه ديال الاعلى بغيتو يولي في هاد الاتجاه بحال هكا بالضبط اذا ضروري خصني ندير ليه سوريونتي ا صفر ندخلها تاهي هنا فوالا. شنو باقي عندنا صافي نجربو هذا دابا هاد الكودرة ما غاديش يتنفذ الا ما لصقتو هنا بهذا الشكل ونمشيو نديرو هادي فوالا طق بون ما تنفذش حتى حاجه ما تنفذات نشوفو علاش سي لو فروماج اي توشي ميتر لو سكور ان الي ندير واحد ستوب ولا ندير هكا باقي ما تنفذش علاش بون حتى انا راه شي شويه تالف هذا راه في الحاله ديال الا كان اونغو بهذا الشكل اذا خاصني هذا الكود بعدا ندير لي بوطون دروا ديبليكي خصو يلصق هنا حتى الا كان هذا الفأر غادي في اتجاه اليمين وحتى الا كان غادي في اتجاه اليسار مثلا وحتى الا كان غادي في اتجاه الاعلى وحتى الا كان غادي في اتجاه الاسفل اذا في جميع الحالات فين ما كنت كنحرك هذاك الفأر من الاعلى من الاسفل كذا كذا وقت ما تصطح مع هذيك غادي يزيد لي لو سكور وغادي اوريونتا زيرو فوالا سي تري بيان غادي نمشيو نشوفو دابا يلا فوالا طق شتو فوالا لاحظوا معايا ها هو غادي شوفوا معايا هنا ولا واحد ها هو غادي نمشي نطلع هنا الفوق نعاود نرجع فوالا هنا 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 ها هو يقيسها دابا دونك غادي غير نضرب توش وحده في الكلافي غادي يقيس قطعة الجمل غادي تمارك هنا واحد عفوا غادي تولي جوج وهذا الفأر غادي يجي لهذا المكان طق فوالا الوغ ملي كيجي لهذا المكان كدير له لورينتاسيون فير لوغو انا ما بغيتهاش فير لوغو اذا في الاتجاه الاخر الوغ غادي تكون هنا سوريونتي ا جو كروا 90 هذا كلهم خصنا يتغير يعني يولي يشوف ناحية اليمين نعاود نشوفو نزيد وحده طق فوالا سي بيان هاهو عاوتاني غادي يجي لهنا هاهو يقيسها طق فوالا هذاك السكور دونك ميتر لو سكور ان ما غاديش اجوتي دونك ماشي ميتر لو سكور ان مي اجوتي هذا كلهم نفصلهم بحال هكا هذا الشيء راه نورمال الاخوان ديال ان كت ربما تخطا وتعاود اذا ماشي ميتر لو سكور هذيك ميتر يعني كترد واحد اما هنا غيتزاد لواحد دونك اجوتي سكور واحد كلهم غينزيد ليهم هادي اجوتي نعاود نردهم هنا كل واحد نحطو تقريبا راه كلهم بحال
سي بيان ماتر، سي تري بيان. نشوفوا الان، راه لو سكور واحد، غادي قيس يرجع لك المكان. اقول واحد ولا جوج عندي دابا ولا ثلاثه، سي تري بيان. انتما لاحظوا معايا هي خدامه وديما كيرجع لك المكان. لاحظوا معايا ملي كيرجع للمكان وكنبقى ضاغط على لا توش فلاش كيبقى غادي كيتحرك. انا غادي نمشي ندير ليه واحد البيتي كود، نزيد واحد الكود باش انه يتسنى واحد شويه هنا. ملي قيس هذيك لو فروماج غادي يمشي لهذا المكان وغادي اوريونتا ب 90، يعني يولي يشوف ويتزاد واحد النقطه للسكور ويتسنى واحد شويه. الو غادي نمشيو لهنا اتوندر، نقول له اتوندر دو سكوند. هاهي فين اتوندر دو سكوند؟ كاينه في كنترول. نشوفوا الان هو غيقيسها، هو بقى متوقف واخا كنوريك والو، عاد بدا يتحرك، تداز جوج ثواني عاد بدا كيتحرك. فوالا جوج ثواني عاد كيبدا يتحرك مزيان. نزيد واحد بسيط اسيس، نمشيو لو سون، غادي نقول له جوي لو سون. ملي يضرب هذيك لو فورماج يزيد يلعب لينا واحد الصوت، ها هو بوب. واش نشوفو الآن؟ سمع فوالا سي بيان. نعاود هنا، هنا نسحب الفوق، واه وقت ما كيقيسها كيدار واحد الصوت، كتزاد نقطة في السكور. هاي تبقى لنا واحد المسألة مهمة، هو أن هاد السكور حيد هذا، غادي ندير بيه هاد السكور هذا هو 11. خصني ملي نبدا اللعبة من جديد نورك على هذا مثلا، هاد السكور يرجع للصفر. اذا غادي نمشيو نقولوا له كوست سكريبت، نمشيو لهنا الايفينمون عفوا، نقول له كون لو درابو دوني ميتر لو سكور ا زيرو. انتم لاحظوا معايا هاد الدور ديال هذا شنو هو، ملي نضرب على الدرابو يرجع السكور زيرو. لاحظوا معايا انا يمتد اللعبه تلقى ولا صفر، عاد نبدا اللعب او نبدا نحرك هذاك الفار. فوالا واحد، فوالا سي بيان. هادي غير زدت انا في الاخر باش هذاك السكور ما يبقاش في داك الكيميل، يعني وقت ما عاود طلقت اللعبه او طلقت هذه الحركه كيبقى دائما هذا السكور محتفظ بالقيمه اللي فاتت. انا بغيت هنا بحال قلنا دار له الريزيت، اون فوا ندير هذه كدار له الريزيت يولي صفر. اذا هذا فيما يخص هاد التطبيق، كنتمنى يعني انكم تكونوا طبقتوه انتم والوليدات ديالكم او التلاميذ ديالكم، وكنتمنى ان هاد ان هاد لي كود او هاد العمليات انها تنجح معكم وما تلقاو يعني حتى شي مشكل. في حاله يعني الا كاين شي استفهام او شي لبس او شي حاجه غامضه او شي حاجه ما تعكست، ما تواصلوا معنا هنا في اليوتيوب، خلوا لنا لي كومونتير ديالكم وشرحوا هذاك البروبليم باش نقدروا نعاونوكم، او تواصلوا معنا على الصفحه ديال الفيسبوك. ممكن كذلك انكم تشدوا حتى هذا لو بروجي ديروا ليه يعني مثلا اونجستري سو، يعني غيتسميه مثلا تيست او 01 او اي شيء. فوالا دونك هذا هو هذا المشروع تيست 01. يعني ممكن انكم ترسلوا لنا اما عن طريق لاباج فيسبوك او صيفطوا لنا عن طريق الايميل الى بغيتوا اننا نديروا لكم لو سوتيان ونديروا لو سويفي معكم ونديروا التقييم للتيبي ديالكم والمشروع ديالكم. اذا هذا كل شيء فيما يخص هذا الفيديو، اعتذر ان كان طويل شي شويه، ولكن يعني استعملونا واستافدوا شي شويه معنا في هاد لا بروغراماسيون. اي استفسار احنا موجودين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.